وزارة الثقافة بالعكس. وزارة الصحة. أنا شخصيا المنصب الوزاري اللي نحبه أنايا أني نكون وزير فلاحة. وزارة الثقافة. ما نقبل بحتى حاجة صار والو. إن شاء الله من بعده وقع من الوزارة من الحكومة من كل شيء. أنا شو واحد يبغي يخدم غير مواصف كيما هكا انجينيور ولا كيما حنا دي زيتيديون نخدموا انجينيور. انا نخدم نقرا فلاحه نحاول نخدم في الدومين تاع الفلاحه فاهم، مش نحاول نطمح بان نكون وزير ولا على بالي بلي ما نقدش بالك ما نقدش لهذاك المنصب. نحاول نقعد غير بلاصتي انجينيور راك فاهم بالك مش عارف بروف في الجامعه كيما هكا. منصب وزاري ما نختار حتى وزاره، نختار وزاره تعليم ولا وزاره تعليم العالي ولا وزاره الثقافه لما. وزارة خارجية. ما ناكسبتيهمش كامل. عندما أعين على رأس الوزارة عند كاين ياسر قرارات. القرار الأول أنك تبدل الهيكلة تاع الفلاحة قايتنا باش نديرو فلاحة ناجحة ماشي كيما الفلاحة اللي راه دوكا كاينة في سورتو في الجزائر ناهيك عن الوطن العربي. ندخل نفتح مكتب تاع حركة حماس في الجزائر. لا شيسك هما الفلسطينيين صح. إعادة تصنيف الكتب، إعادة تصنيف كلمة كاتب المجتمع الجزائري. مثلا أي مش أي إنسان يكتب كتاب يسمى كاتب. تعاود كاع المنظومات، تعاود يفتح تحقيق في كاع البرامج. نهوض قطاع الثقافة. قطاع الثقافة. ممكن يعني بالك النشاطات الثقافية ناقصة في البلاد تاعنا. أنشطة ثقافية واحدة أخرى.